بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علمًا وعملًا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الأحبة، درسنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. Tonight's class obviously is in the book of عمدة الأحكام by its author, الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. May Allah تعالى have mercy upon him. طيب يا إخوة، ما زلنا في كتاب الصلاة، وفي ختام أو في الأسبوع الماضي والذي قبله حتى كنا نتكلم عن ماذا؟ كان صلاة النوافل. أيوة، كسوف. كنا نتكلم عن صلاة الكسوف في الأسبوع الماضي، والذي قبله تكلمنا عن الكسوف والخسوف، تكلمنا عن الصلاة. The previous two weeks we've been talking about صلاة الكسوف, the eclipse prayer. Last week, alhamdulillah, we took the hadith of Aisha radiallahu ta'ala anha, and we also took the hadith as before it, hadith Abi Mas'ud Uqba ibn Amir radiallahu ta'ala anhum. Na'am. Baqiya ma'na hadith wahid fi hadha al-bab. Qabil ma nakhtim hadha al-bab, baqiya ma'na hadith wahid. Akhir hadith fi hadha al-bab, bab salat al-kusuf. There's one hadith left in salat al-kusuf. We'll take it inshallah ta'ala and conclude the chapter today بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس والأربعون بعد المئة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم. He said رحمه الله تعالى, حديث number 146. Under the authority of Abi Musa al-Ash'ari, may Allah ta'ala be pleased with him, he said, the sun eclipsed during the lifetime of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So he rushed fearfully, or he got up rushing out of fear that it could be the hour. He came to the masjid. He got up fearfully, thinking it could be the hour, until he got to the masjid. He prayed and he stood in salah and in bowing and in prostration very long. I have never seen him do that in a prayer before. Never I've seen him do this in a prayer ever. Then he said, meaning the Messenger sallallahu alaihi wasallam, that this, he said, indeed these are signs Allah subhanahu wa ta'ala sends them, not for the death or life of anyone, rather they are signs sent by him subhanahu wa ta'ala to bring fear to his servants. So if you see them, rush and hasten to the remembrance of Allah, his invocation, and seeking forgiveness, the hadith agreed upon by al-Bukhari and Muslim. ثم ذكر حديث عبد الله أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، صحابي مشهور جدا، عبد الله بن قيس، وهو ممن كان مع معاذ لما أرسله إلى اليمن، وهو يمني رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. He mentioned the hadith of أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. He's from Yemen and his name is عبد الله بن قيس. He's one of the people who was sent to give دعوة with معاذ to Yemen. قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ونحن تكلمنا فيما مضى يا إخوة أن الخسوف هذا كم مرة حدث في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة. وقدر الله تعالى أن اليوم الذي خسفت فيه الشمس أو خسفت فيه الشمس كان يوم وفاة إبراهيم عليه السلام ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الأئمة المؤرخين متفقون على أن هذا كان في أي سنة؟ الخسوف كان في أي سنة من الهجرة؟ نعم، العاشرة، العاشرة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل. يعني حادثة الكسوف هذه جاءت متأخرة، يعني في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي متى عليه الصلاة والسلام؟ في أي سنة توفي؟ 11، صحيح، في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. ربيع الأول أي شهر؟ أي شهر ربيع الأول في السنة الهجرية؟ في الآخر ولا في الأول ولا؟ الأول السنة ممكن الرابع، شهر الرابع. بلشنا نتحذر. محرم، صفر، ربيع الأول. ربيع الأول ثالث، صحيح. محرم، صفر الذي نحن فيه الآن، ثم ربيع الأول. لابد يا أخوة نحفظ الشهور الهجرية، هذه ديننا يا أخوة، والله ديننا هذا. والصحابة يا أخوة لما تكلمنا عن التاريخ الهجري في خطبة الجمعة وفي غيرها، لما عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، الآن تأتيه رسائل ما يعرف متى الوقت، طب متى هذه الرسالة جاءت؟ حتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه نفس الشيء، كان يرسل، كان وين أبو موسى الأشعري؟ كان في العراق، يرسل لعمر رضي الله عنه ما يعرف متى التاريخ. فجمع الصحابة، الإفرنج لهم 600 سنة بيستخدموا هذا الميلادي، ما رضي عمر رضي الله عنه يستخدم التاريخ تبعهم، ما رضي يستخدم التاريخ تبع النصارى ولا تبع الفرس ولا تبع اليهود، ما رضى. حتى اليهود لهم تاريخ يا أخو، تذكرون قبل أسابيع قليلة احتفلوا برأس السنة عندهم 5000، مش عارف كم سنة عندهم، سنة 5700 وشوي، ما رضي عمر رضي الله عنه بالتواريخ هذه. فنظر هو والصحابة إيش أعظم حدث في الإسلام؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنه المدينة كانت دار الهجرة وأول عاصمة إسلامية، اتفقوا على العام. طيب أي شهر نبدأ؟ واحد من الصحابة قال رمضان، واحد قال الحج ذو الحجة، واحد منهم قال لا صفر، واحد منهم قال لا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأول، لأنه الهجرة حدثت في ربيع الأول. ثم اتفقوا رضي الله عنهم أنه يكون أول السنة الهجرية بعد الحج اللي هو شهر محرم. فواجب علينا إحنا نعرف، كثير من المسلمين قلت له أي عام هجري إحنا فيه؟ قل لك 1500 وشي، ما بيعرف. طب إيش الشهور الهجرية؟ في رمضان، والله نعرف رمضان، بس هذا بنعرف رمضان. لا ما يصلح يا أخوة، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، هذا قبل ما مات بقليل، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ بالأسنان، شدة في التمسك بالسنة. فلابد نعرف، لابد نعرف التاريخ الهجري، لابد نعرف التاريخ الهجري، ديننا هذا يا أخوة، ديننا هذا، لابد نعرف العام، لابد نعرف الشهر، لابد. حتى الواحد، حتى هذا يساعد سبحان الله في لما يقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة خير البشر. ما قالوا الصحابة والله راحوا في غزوة أحد سنة 600 وش عارف كم بالميلادي شهر 3 كأنه كان آذار ولا، ما قالوا هذا الكلام، ما قالوا هذا الكلام. فهذا واجب علينا يا إخوة، واجب علينا نعرف السنة الهجرية، تعرف عليها، نعلمها لأولادنا. استهزئوا بعض الإخوة هداهم الله، كل العالم الإسلامي للأسف الشديد يستخدم التاريخ الإفرنجي إلا دولة واحدة، ثم لما يأتي هذا الأخ من تلك الدولة يقول شوف هذولا، قال لك أنا أقول لك كم اليوم التاريخ، تقول لي صفر كذا مش عارف، ليش بعدين استخدموا التاريخ هذا وكذا؟ هذا تقصير منا كلنا والله. حاصل أنه تعليم أنفسنا وأولادنا هذا أمانة والله. وصلى الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. We said the sun eclipsed during the lifetime of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم one time only, period.
And Allah subhanahu wa ta'ala decreed that the time, that one time when the sun eclipsed was on the same day his son Ibrahim alayhi salam passed away. We said all the scholars, all the historians say that this event took place, meaning the eclipse and the death of Ibrahim alayhi salam, in the 10th year after the migration. So a few months before he passed away, sallallahu alayhi wa sallam. Because as we know, he passed away, alayhi salatu wa sallam, the 11th year. The month of Rabi' al-Awwal. It was a Monday. It was the 12th. It was after Salat al-Fajr. It was after Salat al-Fajr. That's when he passed away. And then we stressed on the importance of knowing the Hijri calendar. Knowing what year, knowing what month, and teaching it to our children. This is our deen. How did the Hijri calendar start? When Umar radiallahu anhu was the chief of believers, now Islam has spread through Persia, India, a lot of places. So he had governors everywhere. And they would send him letters. He doesn't know what the date is on them. So he gathered the Sahaba and those who had knowledge to make sure, see what do they think. Eventually they all agreed that the biggest event in Islam is the migration from Mecca to Medina, because Medina is the capital of Islam. And from there, Islam spread everywhere. From Medina, it started in Medina when Islam started spreading. Because Mecca was still a place of kufr. He could not, sallallahu alayhi wa sallam, Allah decreed that the da'wah would not spread for 13 years as to establish the da'wah from there. So Allah ordered him to migrate to Medina. So the migration from Mecca to Medina was the greatest event. And then the Sahaba discussed what month should the year start with. Should it be Safar, Muharram? Remember, ya ikhwa, إِنَّ عِدَّةَ شُهُورِ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَتَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فالأشهر هذه موجودة مش بس من الجاهلية الأسماء هذه, من زمان, من لما خلق الله السماوات الأرض. So the naming of these months have been since the beginning of the creation of the heavens and the earth, as Allah mentioned in Surah At-Tawbah. So the Sahaba knew the months, they just discussed between them when should the year, the Hijri year, start. Some said Ramadan, some said otherwise, but then they agreed that the year should start after Hajj. Since Hajj is the fifth pillar of Islam, the last pillar of Islam, wallahi, that was such a wise decision by them, radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu said, you know what? Hajj is the last pillar of Islam. So after Dhul Hijjah, we'll start the year, which is Muharram. After the last pillar of Islam. How wise was he, radiallahu anhu, and the Sahaba? This was the opinion of Umar, Ali, and some other Sahaba, radiallahu anhu, who agreed on Muharram. And then everyone else agreed on Muharram. Point is, during his time, there was the Christian calendar, the Jewish calendar, the Persian calendar, but he didn't want to use any of them, radiallahu anhu. He didn't want to use them. He didn't want to use any of their calendars. He wanted something unique. That's why they came up with, radiallahu anhum, with the Hijri calendar here. So it's important that we know the Hijri year, we know the months, and we teach them to our children. Ibrahim ibn Sayyidina Muhammad. No. Sibyan Sayyidina Muhammad ma tawaffa kullun qabl al risala. La. Fi law ulad ghayr min Sayyidina Khadija. Fi law Abdullah wal Qasim wa Ibrahim. Maria faqat anjabat hadha al walad Ibrahim alayhi salam. Ibn Maria al Qibtiyya. إبراهيم نعم ماريا القبطية أنجبت له إبراهيم. ماريا القبطية المقوقص أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم هدية, كانت جارية فأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم, نعم, من مصر. ثم أنجبت له إبراهيم, وإبراهيم كان عمره 18 شهر, كان صغير, سنة ونص يعني. فإبراهيم عليه السلام توفي في ذلك اليوم, قدر الله أنه توفي إبراهيم في اليوم الذي خسفت فيه الشمس, وكل أولاده ماتوا صلى الله عليه وسلم في حياته بس قبل الرسالة, إلا فاطمة قاسم, نعم, قاسم كان الكبير, لذلك نعم كان قبل الرسالة, نعم,
لذلك كان كنيته أبو القاسم، لأن القاسم كان هو الكبير. لكن انظروا لبناته، زوجات عثمان، أم كلثوم ورقية، ماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكبرى إيش اسمها؟ ماتت في حياته. لا، زينب. زوجها من؟ أبو العاص رضي الله عنه، كان مشرك ثم أسلم وكان يقربها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا. ثم بعد أن توفي بأشهر قليلة لاحقت به الزهراء رضي الله عنها. لكن في حياته كل أولاده ماتوا. هذه ما يشوف الأنبياء كيف يبتلوا رضي الله عنهم عليهم الصلاة والسلام، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم. الأنبياء ابتلوا ابتلاء عظيم جدا. طب خلينا نرجع لحديث الكسوف أول شيء. أنا القبطيين هم جايين من الأقباط. لا، القبطي يا حج الأصل فيه معنى كلمة قبطي ماذا؟ مصري. والدليل قصة موسى عليه السلام. دليل قصة موسى. أصل معنى كلمة قبطي مصري. اليوم اليهود وأعداء الدين جعلوا لفظة القبطي للنصراني حتى ماذا يثبتوا؟ أن أهل هذه البلاد أرض الكنانة الأصليين هم هؤلاء النصارى، وأن المسلمون دخلاء. شوف كيف ما أخبثهم. لذلك المسلمين يظنوا أن قبطي معناه نصراني، هذا كان غير صحيح. قبطي معناه مصري، القبطي هو المصري. النصارى هذول أصولا ما هم من هناك، لأن هذا ما هو درس تاريخ الآن. لكن النصارى ليسوا من هناك، بل عمر بن العاص رضي الله عنه يعني أول والي في مصر لما انتشر الإسلام في مصر زمن الخلافة عمر رضي الله عنه. فالقبطي معناه المصري، هذا معنى القبطي. لكن اليوم أعداء الدين الصهاينة جعلوا الناس يظنوا أن القبطي هو النصراني. معنى هذا الكلام أن تلك البلاد المباركة أرض الكنانة سكانها الأصليين من؟ الأقباط، الذين هم من؟ نصارى. فإذا هذول 90 مليون الغالبية هذول كلهم وصولا من برا، هذول مش أرضهم، هذه أرض النصارى. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. مثل ما الصهاينة شوهوا سمعة الكنعانيين، يقول لك ما في شيء اسمه كنعانيين، هذول هذا كلام ما هو وجد في التاريخ، الكينانايتس، هذا كذب وافتراء. والكنعانيين عرب، عرب أقحاح كمان، من جزيرة العرب، من جزيرة العرب، أول من سكن أرض فلسطين. لكن الصهاينة يحاولوا بشتى الطرق يغطوا على إشي اسمه كنعان. يقول لك ما في كنعاني، شو كنعاني؟ ما كان. ثم الذي يثبت أنه في كنعانيين يقول لك هذول جاءوا من أوروبا، وهذا كلام باطل. هو كان في أوروبا، هذول جاءوا قبل إبراهيم الخليل. إيش أوروبا؟ سكنوا فلسطين قبل إبراهيم الخليل ب1400 سنة. إيش تقول لي أوروبيين؟ العرب من أقدم البشر على الأرض. لكن هو مش درس تاريخ. وجزاكم. Yeah, we mentioned, we talked about the Coptics, and the word Coptic originally is an Egyptian, and you know, the Zionists nowadays, they try to, you know, attribute Coptics to Christianity, so that they can say, since Coptics are the Egyptian Christians, that means that the land of Egypt was originally their land, and that these Muslims, you know, are not original to that land, rather they came to it and settled afterwards, which is absolutely not true. Coptic means Egyptian. Coptic means Egyptian. And the story of Musa alayhi salam is يعني, biggest proof to that. But we said, you know, they have agendas that they follow. Similarly, when it comes to the Canaanites, the Canaanites, how the Zionists today claim that there's no such people. Or they say that, you know, the Canaanites were from Europe, which is absolutely nonsense. The Canaanites were Arab, who came from the land of Yemen and nowadays south of Saudi or the Taif area, the Arab who lived there. And they moved and settled in Palestine, the very first people to settle there. This was 1,400 or 1,700 years before Ibrahim alayhi salam settled in Palestine. So there was no such thing as Europe.
This, you know, I mean, you're talking about 10,000 years ago. That's why even the UNESCO knows that the oldest and notes the oldest city in the world is Jericho. The reason for that is because the Arab, the Canaanites came there and established it and took care of it. So, but you know, it's propaganda. You know, it's nothing new with them. خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد. قام النبي صلى الله عليه وسلم يخوى فزعا خشي أن تكون الساعة. هذا فيه دليل يا أخوة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الساعة, لا يعلم الساعة, ما يعرف الساعة صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. ولما سئل عن الساعة صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, مثلي مثلك, أنا ما بعرف متى الساعة. ما يعرف الساعة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أكبر دليل. قام فزعا خشي أن تكون الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام ليس كما يدعي أرباب الصوفية وغيرهم من الضالين أنه يعلم الغيب ومن علمه علم اللوح والقلم كما في بردة البوصيري القصيدة الشركية. لا, الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب أبدا, ما يعرف الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وأما الساعة ما يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن الله عنده علم الساعة, بس علم الساعة إليه, إليه يرد, إليه يرد علم الساعة. وفي آخر الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو, لا يجليها لوقتها إلا هو, ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم, فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف وقت الساعة. هذا الحديث دليل على ذلك. The sun had eclipsed during the lifetime of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. He got up fearful. He got up rushing out of fear that it could be the hour. This refutes the statement of the Sufis and these people who claim the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم knows the hour. When is the day of judgment? The fact is he does not know صلى الله عليه وسلم. He does not know. We mentioned a few ayat, just like towards the end of Surah Luqman or Surah Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, with him exclusively, is the knowledge of the hour. No one knows when the hour is. Not even him, sallallahu alayhi wa sallam, who is the best of mankind. طيب, أنا أريد أسألكم سؤال يا إخوة الآن. ركزوا بارك الله فيكم. يخشى أن تكون الساعة. طيب, النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعلامات الساعة. كيف يخشى أن تكون الساعة وهو أخبرنا أن تكون علامات الساعة؟ أخبرنا عن علامات الساعة الكبرى, خروج المسيح الدجال وعيسى ابن مريم عليه السلام والمهدي والنار, أخبرنا بأمور كثيرة والدابة. كيف نجمع بين هذا وهذا يا أخي؟ خلنا نترجم السؤال الأول. Here he said Abu Musa رضي الله عنه that the Prophet صلى الله عليه وسلم got up fearing that it was the hour. طب, how do we understand this, putting in perspective that he صلى الله عليه وسلم told us the signs of the hour, the major signs? He told us that there is the Dajjal, the Antichrist, there is the Mahdi, there is the descending of Isa ibn Maryam alayhi salam in Damascus. He told us sallallahu alayhi wa sallam about the beast, the dabba, told us about all these 10 major signs. How can he say that he's afraid of the hour? It could be the hour, but at the same time he told us about some of the signs of the hour. How can we combine between both proofs and evidences? كيف يا أخو نجمع؟ تفضل. أيوه, أعطيني. اللهم صل على الرسول. بيعرف الإشارات بالساعة بس ما بيعرف أي ساعة بتحدث.
حدوث. بعدين الشغلة الثانية اللي بعرفكم بيعلمنا كيف الصلاة بحدوث الخسوف لما يصير خسوف. هذا الاثنين. طيب. بيعرف إنه في إشارات بس ما بتعرف أي ساعة ستقع. أي لحظة ستقع. طيب. والدرس يعني من الدروس كيف نصلي لما يصير في كسوف. طيب جيد. وغيره يا أخو من يعطي له شيء آخر أيضا؟ هو الحقيقة الله أعلم أنه بعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كيف نصلي في حال حدوث الساعة للمستقبل. وبعلمنا كيف نصلي وكيف نخاف الله للمستقبل في حال شفنا الإشارات الساعة. جميل جميل. لكن أبو موسى يقول هنا فزعا يخشى أن تكون الساعة. طب لماذا يخشى أن تكون الساعة وهو أخبرنا أصلا بعلامات الساعة؟ يعني لو إنسان قال لك أنه ممكن يأتي كذا وهو يعرف أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو موسى قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. طيب لماذا يخشى أن تكون الساعة وهو أخبرنا علامات الساعة؟ يخرج المهدي ويأتي عيسى بن مريم والدجال والنار والدابة والشمس تخرج من مغربها. صحيح ولا لا؟ ما أخبرنا بذلك. إنما أنت منذر من يخشى. ها كرم هات. الله أعلم. أيوة. فكروا فيها يا أخو، فكروا فيها كيف نجمع. ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر كيف، وذكر من قبله النووي رحمه الله تعالى ذكر احتمالات أو أمور نجمع بين الأحاديث. طيب أنا أعطيكم هنت كما يقال. لما من الذي قال فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة؟ أبو موسى الأشعري. هو موسى اللي يعني ظن عن الرسول. صح. انتبهوا، أبو موسى رضي الله عنه هو الذي يتكلم. هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة لأنه قام فزعا. فهذا وجه نظر أبو موسى رضي الله عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقام مسرعا ليؤدي هذه العبادة العظيمة عند حدوث الكسوف. قام صلى الله عليه وسلم، هذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الدين بجد وأراد أن ينيب وكان عبدا مطيعا صلى الله عليه وسلم. مباشرة قام فزعا حتى يؤدي يتهيأ لهذه الصلاة. فإذا القول بأن خشي أن تكون الساعة هذا ظن أبو موسى، وفي الحقيقة ليس كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا لأنه يريد الصلاة ويريد أن يتحضر ويتهيأ، ولأنه صلى الله عليه وسلم يبادر إلى الاستغفار وإلى التوبة وإلى هذه العبادة العظيمة في هذه الساعة. هذا أول أمر يقال. الأمر الثاني الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى قال يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ما كان أخبر أو علم بأشراط الساعة. في تلك الساعة ما كان علم بأشراط الساعة، ما أوحيت إليه بعد. والأمر الثالث الذي ذكره النووي قال قول أبو موسى فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، قال النووي رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم احتمال يمكن أنه ما كان يعرف أن من علامات الساعة كسوف الشمس. لعله ظن أن من علامات الساعة كسوف الشمس، وهذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قالوا ممكن أنه قام فزعا خشي أن تكون الساعة، يعني خشي أن تكون علامة من علامات الساعة. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، أي يخشى أن تكون علامة من علامات الساعة. واضح. هذه ثلاث أمور ذكرها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. إذن إما أن هذا الكلام هو ما تبادر إلى ذهن أبو موسى رضي الله عنه، أما في الحقيقة قام فزعا صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ للصلاة ويستعد ويبادر إلى الاستغفار وإلى التوبة. هذا أول أمر. الأمر الثاني قال أنه يمكن أن ما نزل عليه، ما أوحي إليه أشراط الساعة. الأمر الثالث خشي أن تكون علامة من علامات الساعة، خشي أن تكون يعني الكسوف هذا علامة من علامات الساعة. وبهذا يجتمع الحديثين. واضح الكلام يا أخوة؟ طيب. والأول هو أقرب.
نعم. إن الرابي قال. نعم. هذا رأي الرابي. نعم هو هذا الأقرب صحيح. الأقرب هو الذي ذكره النووي أيضا قال أنه هذا هو الأقرب والله أعلم. وابن حجر ذكر العلماء ذكروا المفسرون أو شراح الحديث ذكروا أن يعني الظاهر والله أعلم أن هذا الكلام وطبعا كلام أبو موسى صحيح لكن هذا هو ما تبادر إلى ذهني أو ما ظهر لكن ليس نص في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا هو الحقيقة بل الحقيقة أنه قام عليه الصلاة والسلام خشي مبادرا إلى الصلاة متخشعا صلى الله عليه وسلم يريد خائفا يريد أن يؤدي هذه العبادة وهذه الطاعة لأنه كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عبادة لذلك قام خائفا كما مر معنا بحديث عائشة وحديث أبي مسعود وحديث عائشة الأول كله فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فلذلك قام خائفا لأن هذه علامة من علامات وآية من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بها العباد حتى يقلعوا عن المحارم والذنوب حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الذي يحدث يا أخوة ولذلك من الأخطاء والله من الأخطاء ما يقال مثلا في أحيانا في يقول لك حدث التسونامي هذا لأن الزلزال كل هذا هذا كله شكليات في الحقيقة كله بقضاء الله وقدره وأنهما آية أو آية من آيات الله سبحانه وتعالى تخويف العباد الزلزال هذا لأن الحركة هذه تحرك كله بقدر الله هذا كل هذا بقدر الله مش مظهر نيتشر ومش عارف شو الكلام هذا الكفار كله كلام كفر هذا شو مظهر نيتشر حرمة هي تتحرك في المواضيع كل هذا صنع الله سبحانه وتعالى مالك الملك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون هذا سبب الفيضانات والزلازل وكذا كلها آيات البراكين مش لأنه هذه الطبقة تحركت ومother nature is angry ومش عارف كلام الفاضي الكفر هذا كفر بالله سبحانه وتعالى أما الحق أنها آيات يخوف الله بها عباده السلام الذي حدث في إندونيسيا شواطئ عراء وفساد وفسق وزنا وخنا كل هذا آية من الله تبارك وتعالى يخوف بها الناس ما يحدث في هذه الشواطئ من 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 الضلال من العصيان كل هذا آيات من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف الناس بها حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى هذا هو الذي يحصل من هذه الكوارث ويسموها ظلما وعدوانا كوارث طبيعية والله هذا كلام باطل هذا كلام باطل ما في شيء اسمه كوارث طبيعية الطبيعة أو mother nature ها الطبيعة كوارث طبيعية كلام باطل يا إخوة ونحن من وين جبنا هذا الكلام الكفار هذا اللي بيقولوه mother nature ومش عارف شو ما في شيء اسمه كوارث طبيعية هذا كله بقدر الله قال له كن فكان وجاء في الحديث أن البحر يسجد تحت عرش الرحمن كل يوم يسأل الله تعالى أن يغرق كل من في الأرض فلا يأذن له الله تبارك وتعالى لذلك حصل التسونامي وحصل الفيضانات لذلك ما هو لأنه والله حصل مش عارف والمي تحركت لا كل بقضاء الله وقدر كل هذا بقضاء الله وقدره وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يتأثر ويرى في وجهه يخشى أن تكون عذاب ولذلك كان يدعو يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به هذا هو سبب الويند الشديد والهوركين وكذا آيات من آيات الله وشوف وين الهوركينز بضرب في المناطق أي مناطق اللي بتضرب فيها الهوركينز دائما اللي صيف شتاء وهم في الكاريبيان في الدعارة والأشياء المناطق اللي نعرفها في سبب في ذلك الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول له كن فيكون كل هذه جنود الله هذه الرياح كلها جنود الله الريح كل هذه التي جعلها الله كل هذه جنوده سبحانه وتعالى المطر الريح كل هذا جنود الله سبحانه وتعالى بأمر منه سبحانه وتعالى أما نقف ونترك كل هذه الأمور الشرعية الصحيحة ثم نقول الهوركين جاء لأنه الهواء السخن أجا من هون والهواء البارد من هون والتقوا وصار مشكلة والرعد هذا جاء من هنا والشحنات اللي كانوا يعلمونا إياه هذا الكلام هذا كله غير صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الرعد هذا صوت الملك يزأر معها عصاه، هذا صوت الرعد، ما هو الصوت هذا غيمة مش عارف إيش جات مع بعض وكهرباء، هذا كان مش صحيح. والمطر هذا ينزل لأنه بتعم المية، كل هذا بأمر الله، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. أما أنه نقول هذه النجوم والكواكب بأنفسها تفعل، هذا كان غير صحيح، كلام غير صحيح هذا. We said how do we combine between both ahadith? Very simple. An-Nawawi رحمه الله تعالى mentioned one thing or three things rather. The first thing is this is the perspective of Abu Musa. He's the one who narrates the hadith. He says that he got up sallallahu alayhi wa sallam rushing with fear that it could be the hour. So this is Abu Musa's perspective. But when in reality, it could be different. Why did he get up rushing sallallahu alayhi wa sallam? Because it is a sign, or is an ayah, a sign from Allah subhanahu wa ta'ala. He brings with them fear. And a person is supposed to be fearful that this could be a sign that the wrath of Allah is coming. So that's why he got up, and then he would rush and hasten to perform an act of worship. That's why he got up, not thinking that it was the hour. That's the perspective of Abu Musa, of Abu Musa radiallahu anhu. But it doesn't mean that it was that what the Prophet sallallahu alaihi wasallam thought of. Second thing, Nawawi said it could be that he, at that time, the signs of the hour were not revealed to him yet. The third thing he said, it could be that he got up thinking that the eclipse is one of the signs of the hour. The eclipse is one of the signs of the hour. But as the scholars mentioned, the closer one is that it seems, and Allah knows best, that this was the perspective of Abu Musa radiallahu anhu, and in reality it doesn't mean that it was the perspective of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we said the, you know, يعني, as we will mention again about the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. مر معنا في الصحيحين في الأسبوع الماضي، درس الماضي، قلنا في الصحيحين من حديث ابن عباس كيف كانت طول القراءة، كأنه قرأ ماذا؟ البقرة في الركعة الأولى، كأنه قرأ سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. فلذلك أبو موسى قال بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، لأنه صلى في الركعة الأولى ما يقارب سورة البقرة، حديث ابن عباس في الصحيحين. He said he came to the masjid صلى الله عليه وسلم and then he stood in salah and it was long. His standing was long, his ruku' was long, his sujood, the bowing and the prostration were so long that I have never seen him perform a prayer like that ever before. Never. And last week we mentioned the hadith of Ibn Abbas that is agreed upon by Bukhari and Muslim. In it he says that the Prophet ﷺ recited in the first rak'ah what it was equivalent to Surah Al-Baqarah. That's why Abu Musa here says his standing, his ruku', his sujood were the longest I have ever seen, and I've never seen him pray a salah like that when it comes to the length of the salah. Remember, إخوة, كيف شرحنا صلاة الكسوف؟ نراجعها إن شاء الله في آخر الدرس. طيب. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته. وقلنا لماذا قال لهم هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال لهم هذا الكلام؟ نعم. توفى ابنه إيش كمان قلنا؟ تنبيه. ليش؟ تنبيه على ماذا؟ على أنه يقع المعاصي متعبد إخر كبار. صحيح. بس لماذا قال لهم لا تكون لموت أحد ولا لحياته؟ قلنا العرب في الجاهلية كان يعتقدوا هذا، أن الكسوف والخسوف بيحدث إذا ولد عظيم أو مات عظيم، ولذلك الناس تحدثوا في هذا الممات إبراهيم عليه السلام، فقال لهم هذا الكلام صلى الله عليه وسلم حتى يبطل عقيدة أهل الجاهلية أن الكسوف والخسوف يحدث لموت عظيم أو لولادة عظيم. He said صلى الله عليه وسلم to the people after the salah, he turned around and he told them that these are the signs that Allah subhanahu wa ta'ala sends them. They do not happen for the death or life of anyone. Why did he say that? Because the Arab in the pre-Islamic period of ignorance used to believe that the eclipse happens if someone great
was born or someone great has died. So the people said, oh, Ibrahim died on the same day of the eclipse. So the Prophet ﷺ wanted to clarify this fallacy and wanted to refute what the people of Jahiliyyah used to believe in, that the eclipse happens for the death of someone great or the life of someone who is great. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَ. هذا هو السبب في الخسوف الكسوف. آية حتى الله يذكر الناس, يذكر الناس, يخوفهم من العذاب. ونحن ذكرنا حتى في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الخسوف والكسوف كيف الشمس سبحان الله تنحجب ويذهب نورها أو يذهب بعض النور الذي فيها. هذا الناس يوم يذكرهم بيوم القيامة كيف أن الشمس ستطمس ويطمس نورها وماذا سيحدث في الكواكب وكذا. فهذا مقدمة لما سيحدث في الآخر, فهو كل تخويف للعباد حتى ينيبوا إلى الله, يجدد التوبة. دائما العبد يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى ولا يغتر بصلاحه الآن. يريد المؤمن يا إخوة يريد أن يثبت على الاستقامة ويلازمها حتى يلقى الله تعالى. هذا الذي يريد المؤمن, ما هو ساعة وساعتين صلينا الحمد لله المغرب والعشاء وتمام. لا, ليس هذا فقط, بل أنت همك, همك والله في الدنيا أن تثبت حتى تلقى الله. المعصوم صلى الله عليه وسلم كان في سجوده يكثر, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا همك. إن الذين قالوا ربنا الله دائما ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. هذا الذي أنت تريده, عندك الإيمان, عندك التوحيد, عندك السنة, وتريد أن تلزم هذا الأمر حتى تنزل عليك ملائكة, الملائكة تقبض روحك. هذا الذي أنت, هذا همك في الدنيا, هذا هو همك في الدنيا. ذاك المؤمن دائما يجدد, يجدد التوبة مع الله تبارك وتعالى. وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى أثنى عليه بأمور عظيمة, إن إبراهيم لحليم أواه منيب. أواه منيب, كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل يا رجل, إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن دائما رجاع إلى الله تبارك وتعالى. He said صلى الله عليه وسلم, rather it is a sign that Allah sends it to bring fear to His servants. We stressed on the importance of repentance and being firm and steadfast upon iman and faith and tawheed and sunnah until the day you die. That is the plan. Not only thinking that, oh, alhamdulillah, I'm in the masjid now, I prayed Maghrib and Isha, I'm good now, that's good. But your life, your goal in life is to be steadfast, to be firm, to be upright on the sunnah, on the tawheed, on the deen, until the day you meet Allah. That's why the malaika descend at the time of death to give you the good news of Jannah. Allah Ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. They say, our Lord is Allah. They say it, they believe it, they act upon it. And then they are firm until their death. The malaika descend and give them the glad tidings of the Jannah. That's your ultimate goal. That's something that you keep on your mind all the time. That's why Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentioned the merits of the Anbiya and how superior Ibrahim, for example, alayhi salatu wasalam, was. He was always awahun munib, always coming back to Allah, renewing the tawbah, renewing his iman all the time. These signs even remind us of the akhirah, how the sun, the light of the sun is eclipsed partially or completely. That's how it is on the day of judgment. There's no sun, there's no moon. So it's a sign that reminds you of al-akhirah, reminds you of coming back to Allah subhanahu wa ta'ala, fearing Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا, قلنا أن هذا دليل على أن الكسوف والخسوف تصلى فقط عند الرؤية. فإذا الكسوف والخسوف في البلد الذي أنت فيه, في المنطقة التي أنت تسكنها, تصلي مع الناس في المسجد جماعة الكسوف. أما أن يقال في بلد مجاور أو في مكان بعيد لا نراه فيه, فليس علينا, ليس علينا الكسوف. He said صلى الله عليه وسلم, if you see it, then
hasten and fast to the remembrance of Allah. We said this is very clear that this salah is only performed when it is witnessed, when a person sees it with his eye. So if they say that the eclipse is happening in another state, another country, another part of the world, this doesn't mean that we have to pray it. We only pray it when we see it with our eyesight. When we see it ourselves, then we pray the eclipse. We pray it in congregation, in the masjid. فَفْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. وهذا في فضل يا إخوة الدعاء والذكر والاستغفار. وأن كما ذكرنا في الأسبوع الماضي الدعاء والذكر والاستغفار سبب عظيم جدا لجلب مغفرة الله تبارك وتعالى. وهنا في هذا الحديث ما ذكر الصلاة، لكن وجاء معنا في الأحاديث التي مرت، حديث ابن عباس أو حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الأنصاري، وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة في الحديثين. أما في هذا الحديث ما ذكر قضية الصلاة في آخرها، لكن جاء في الروايات الأخرى التي في البخاري ومسلم. He said صلى الله عليه وسلم rush and hasten to the remembrance of Allah, his supplication and seeking forgiveness. Here specifically at the end he didn't mention the salah, but in the previous ahadith that are also agreed upon by Bukhari and Muslim, he mentioned the salah, he mentioned the prayer. Now obviously these three, the remembrance, the dhikr, the dua and the istighfar, are all reasons for a person to safeguard himself from the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala and rather attain his pleasure and what pleases him subhanahu wa ta'ala. These three ibadat are a reason to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and to preserve you or to safeguard you from the displeasure and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان الله والذكر والدعاء والاستغفار سبب لي يعني حفظ الإنسان من البلايا في الدنيا وفي الآخرة. حفظ الإنسان من البلايا في الدنيا والآخرة ومن العقوبات إن كانت العاجلة أو الآجلة. الاستغفار والتوبة سبب عظيم لمحو هذه الذنوب وسبب عظيم لزوال هذه المخاوف في الدنيا وفي الآخرة. Seeking forgiveness, remembering Allah subhanahu wa ta'ala, making dua are all reasons to wipe away sins and to remove the displeasure and the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala in this life as well as in the hereafter. And it is also a reason to bring to a person serenity and calmness after these extreme fears. وقلنا يا إخوة بهذا يكون إن شاء الله تعالى انتهى باب صلاة الكسوف، وبعده بإذن الله تعالى يأتي الكلام على أي صلاة بعد الكسوف بالترتيب عادة الفقهاء. الكسوف والخسوف نفس الشيء. بعد الكسوف والخسوف تكلمنا عن الجمعة، بعد صلاة الجماعة تكلمنا عن الجمعة، بعدين تكلمنا عن ماذا؟ العيدين، ثم الكسوف والخسوف، بعدها ماذا؟ زيارة الميت. لا لسه الميت آخر شيء. إيش هو؟ الميت آخر شيء. آخر إشي الجنائز. نعم صلاة الاستسقاء، بعدها يأتي بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله في حديثين في الباب إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إذا يعني قدر الله عشنا الأسبوع القادم نتكلم بإذن الله تعالى عن الاستسقاء، صلاة الاستسقاء بإذن الله تعالى. After this إن شاء الله تعالى we'll be talking about the prayer for rain, الاستسقاء. إن شاء الله تعالى if we live until then بإذن الله تعالى. Right after this. With this we concluded the chapter about the prayer or the eclipse prayer. But an overview quickly إخوة. How do we perform صلاة الكسوف, the eclipse prayer? Just a overview, a quick overview. How do we pray Salat al-Kusuf? ركعتين. طيب يعني الإمام يقف يكبر الله أكبر صحيح؟
ويقرأ قراءة طويلة جدا يركع ثم يركع الله أكبر أربعة 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 الله أكبر سجد عادة وركع الآن حج وأطال الركوع جدا ثم قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. لا لا هسه ايش بيسوي؟ لا ركوع ثاني اربع ركوع ثاني اربع ركوع اربع ركوع. طيب كيف الاربع ركوع؟ بيقرا ايوه رجع بيركع بيقرا رجع بيركع اربع بعدين بيسجد. ممتاز واضح. يعني بدا الصلاه الامام قرا قراءه طويله ثم قال الله اكبر نزل راكعا اطال الركوع جدا قريبا من التلاوه ثم قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ قرآن أقصر من الركعة الأولى ثم بعد ما ينتهي ينزل راكعا الله أكبر ويطيل أقل من الركوع في الأول ثم يقول سمع الله لمن حمده نعم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم ينزل ساجدا ويطيل في السجود ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم وفي الركعة الثانية يفعل تماما مثل ما فعل في الركعة الأولى. فإذا هي ركعتان فيها أربع ركوع وأربع سجود. فيها أربع ركوع ما في صلاة في الدين عندنا مثلها أربع ركوع وأربع سجود في ركعتان كل ركعتين ركعتين كل ركعة فيها ركوعين وسجودين كل ركعة فيها ركوعين وسجودين واضح؟ كل ركعة فيها ركوعين وسجودين يركع أول مرة ثم يقوم يقرأ الفاتحة مرة أخرى يقرأ ما تيسر أقل من الركوع الأول ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد السجدتين أربعة ركوع وأربعة سجود يعني كل ركعة فيها ركوعين وسجودين كل ركعة ثم يقوم في الركعة الثانية ويفعل تماما مثل ما فعل في الركعة الأولى يفعل تماما مثل ما فعل في الركعة الأولى. Just to revise, صلاة الكسوف, the eclipse prayer is two ركعات. Each ركعة has two bowings and two prostrations, two ركوع and two سجود. So he starts the salah, the imam recites and prolongs, and then he goes down to bowing, ruku', and he prolongs his bowing. Then he gets up saying, سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا ولك الحمد, and then starts the fatiha again, and recites and prolongs it, but it is shorter than the first ruku'. When he finishes, he goes down to ruku' and prolongs it, but it's still shorter than the first, and then he gets up, and then he concludes with his sujood. Sujood is also prolonged. The second rak'ah, after he finishes both sujood, he gets up, he prays the second rak'ah the exact same way he prayed the first rak'ah, but it is also shorter than the first rak'ah. So each rak'ah has two bowings and two prostrations, two ruku' and two sujood. صحيح نعم صارت سنة مؤكدة نعم صارت سنة مؤكدة نعم. From that time on, هذه it was the first time he prayed صلى الله عليه وسلم الكسوف والخسوف, and the last time. It was only one. It only happened during his lifetime once, صلى الله عليه وسلم. And as we mentioned, the scholars mentioned it was towards the very end of his life, the 10th year after the Hijra, the migration, صلى الله عليه وسلم. عندك سؤال؟ بارك الله فيكم. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الاستسقاء بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص والقول والعمل. صراط العزيز الحميد